جريد 9، وحشتوني جدا ومش عايزة اتأخر عليكم في الكاتالست عشان نكون خلصنا ليسون 2. يلا بينا بسرعة نبدأ. المرة اللي فاتت اتكلمنا على speed of chemical reactions واتكلمنا ايه الفاكتورز اللي بتأثر عليها، واللي ما شافش الفيديو يدوس على حرف الاي اللي فوق هيظهر له كل الفيديوهات اللي فاتت عشان يتابع معانا اول باول. وسريعا كده هفكركم ان احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على factors affecting the speed of chemical reactions، وقلنا هما اربع حاجات: اول حاجة nature of the reactants، و number 2 the concentration of the reactants، number 3 the temperature of the reaction، number 4 اللي لسه ما ابتدناش فيها هي الكاتاليست. ندخل عليها بسرعة. يعني ايه اصلا كاتاليست؟ كاتاليست دي عبارة عن مادة كيماوية انا بحطها، هي كذا نوع، بحطها للرياكشن علشان يا اما اسرع ان هو يحصل، يعني في الظروف الطبيعية لو ما حطيتهاش الرياكشن ده مش هيحصل بالسرعة دي، او ممكن برضو استخدم كاتاليست يبطئ لي حدوث الرياكشن. انا مش عايزة يحصل الرياكشن ده دلوقتي، فبحط لها مادة تقلل ان هو يحصل، فرصة ان هو يحصل، تمام، تبطئها. لكن اهم حاجة بالنسبة للكاتاليست عشان اقول ان هو كاتاليست مش رياكتنت، ان هو ما بيغيرش مجرى التفاعل وما بيتفاعلش مع الرياكتنتس اللي داخله. يعني انا لما بحط الكاتاليست ده بيحصل ان التفاعل بيتغير المعدل بتاعه او الريت بتاعه او السبيد بتاعه، سواء بالزيادة او بالنقصان، ولكن هو نفسه ككاتاليست بيدخل زي ما بيدخل زي ما بيخرج، ما بيتفاعلش مع الحاجة. يعني ولا كميته بتتغير ولا بتقل ولا اي حاجة، ولا تركيبه الكيميائي بيتغير ولا بيقل ولا بيزيد، تمام كده. وكمان ما بيأثرش على التفاعل في انه يغير البرودكتس اللي طالعة. يعني انا حاطة تو رياكتنس هيطلعوا برودكت معين، حطيت الكاتاليست ده سرع لي التفاعل، بس هم الرياكتنس اللي داخلة طلعوا نفس البرودكت بس بريت اسرع او بريت ابطأ، مطلعهوش، تمام. لو انا على حسب انا حاطه الكاتاليست ده يقوم بوظيفة ايه، يبقى ايه هو الكاتاليست؟ الديفينيشن بتاعه: It is a chemical substance which changes the rate of chemical reaction without changing or being used up، من غير ما يتغير ولا يستخدم، يعني ما بينفذش في التفاعل، كميته بتفضل ثابته زي ما هي، without being used up. طب التفاعل اللي انا بستخدم له كاتاليست ده اسمه ايه؟ كاتاليتيك رياكشنز، من اسم الكاتاليست بيبقى اسمه كاتاليتيك رياكشنز، يعني تفاعل محفز. طيب انواع الكاتاليتيك رياكشنز دي ايه؟ يا اما بوزيتيف كاتاليتيك رياكشن او نيجاتيف كاتاليتيك رياكشن. يعني يا اما انا بحاول اسرع السبيد بتاعتها فبتبقى بوزيتيف كاتاليتيك رياكشن، او بقلل ان هي تحصل اصلا بقلل معدلها يبقى ايه؟ نيجاتيف كاتاليتيك رياكشنز. لكن الغالبيه العظمى اللي بتحصل في الحقيقه هي ان بتبقى بوزيتيف كاتاليتيك رياكشن، انا بسرع معدل رياكشن معين. طب ايه هي الكومن فاكتورز او البروبارتس بتاعه الكاتاليست؟ اساسيات لازم تبقى خاصيه، يعني خواص موجوده في الكاتاليست. نمبر 1 زي تشينجز ذا سبيد اوف رياكشن but don't affect either its beginning or stopping. يعني هو بيغير في المعدل بتاع الرياكشن لكن ما بيأثرش على بدايته او نهايته. بمعنى ايه بدايته او نهايته؟ يعني ولا بيأثر في الرياكتنس ولا بيأثر في نوع البرودكت اللي طالع، مجرد بيأثر في وقت التفاعل او المعدل اللي بيتم فيه التفاعل، تمام كده. الفاكتور التاني او الخاصية التانية: they are used in a few amounts which are often enough to complete the reaction. بيستخدم بكميات صغيرة جدا لان هو ما هوش reactant، فهو كميته بتبقى صغيرة جدا يقوم بدوره ويمشي على طول. طب number 3 they are bound to reactants during the reaction but get separated from them rapidly or quickly after formation of the resultant at the end of the reaction. يعني مجرد ان هو الاول بيرتبط بالreactant وبمجرد ما يخلص الرياكشن يسيبهم بسرعه، دوره خلص خلاص. يعني زي ما يكون انت مثلا بتصالح اتنين اصحابك مع بعض وخلاص صالحتهم فبتسيبهم وتمشي، اوكي. هو تو رياكتنس قاعدين مش عايزين يتفاعلوا او بطاء في ان هو يتفاعلوا، فهو جه قال لهم كلمتين راح ايه عملوا التفاعل بسرعه وانجزوا المهمه، خلاص هو دوره خلص وزي ما دخل زي ما خرج. فلما يعملوا التفاعل بسرعه ايه اللي يحصل؟ احنا كده قللنا الانرجي نيديد فور ذا رياكشن، هو ده الفاكتور نمبر 4، بيقلل الطاقه المستخدمه اللي احنا محتاجينها للتفاعل، تمام، ودي الفاكتور نمبر 4. طيب خامس فاكتور بقى وهو مرتبط برضو بالفاكتور نمبر 1، احنا قلنا ان مفيش اي تغييرات بتحصل لما بنحط الكاتاليست ده في الرياكشن غير الريت بس، يبقى معنى كده ان الماس نفسه مش هيتغير بتاع الرياكتنت او البرودكت، يعني وزن البرودكتس ولا هيزيد ولا هيقل، زي ما كان هيطلع من غير الكاتاليست هيطلع بالكاتاليست، بس الفرق ان احنا بنزود الريت اوف رياكشن. يبقى نو كيميكال تشينجز
or decrease in mass occurred to the catalyst after ending the reaction. زي ما بيدخل زي ما بيخرج. أنا دخلت جرام هيخرج جرام. دخلت نص جرام هيخرج نص جرام. يبقى ولا وزن الكاتاليست بيتغير ولا وزن البرودكتس بيتغير. طيب نشوف اكتيفيتي عن الافكت اوف كاتاليست اون سبيد اوف رياكشن. اول حاجه هنجيب جلاس بيكر، تاني حاجه اماونت اوف هيدروجين بروكسايد، ثالث حاجه مانجانيز داي اوكسايد باودر. ده كاتاليست هنشوفه كتير جدا لان هو كومن في حاجات في رياكشنز كتير جدا جدا. هنجيب البيكر ونحط فيه حبه هيدروجين بروكسايد وبعدين نبص كده عليه عشان نلاحظه الاول، وبعد كده نحط له سمول اماونت اوف مانجانيز داي اوكسايد باودر تو ايت وكمبير الايفولت بابلز في الحالتين before and after adding الايه مانجانيز دايوكسيد. قبل ما نحط المانجانيز ايه اللي كان بيحصل؟ مجرد بابلز خفيفه جدا، يعني شايفينها حاجه بسيطه قوي. طب حطينا المانجانيز دايوكسيد ايه اللي حصل؟ هنلاقي حصل ايفولفد بابلز كتير جدا. طب ده ليه؟ علشان المانجانيز دايوكسيد ده كاتاليست عمل increasing للسبيد اوف ذا كومبوزيشن اوف هيدروجين بروكسيد انتو ووتر واكسجين جاز، هو ده اللي عمل البابلز which evolves as bubbles. تمام. طب ايه الكونكلوجن بتاعنا؟ ان السبيد اوف كيميكال رياكشن انكريزز باي ادينج ا كاتاليست. الهيدروجين بروكسيد لوحده بيحصل له ديكومبوزيشن لميه واكسجين، لما حطينا له الام ان او 2 ايه اللي حصل؟ سرع معدل ان هو يتكسر لاكسجين يطلع لوحده والميه تفضل ايه موجوده في البيكر. بس اهم حاجه ان الام ان او 2 فضل زي ما هو، زي ما دخل زي ما خرج، ما حصلوش اي حاجه، نفس كميته اللي هنلاقيها اللي احنا حطيناها هنلاقيها في البيكر عادي. هل انتوا عارفين بقى ان احنا كبشر جسمنا كله علشان يعيش ويكبر ونعمل العمليات الحيوية بتاعتنا بتاعت كل يوم، حتى التنفس حتى كل حاجة الهضم كل حاجة، محتاجين كاتاليتيك رياكشنز في جسمنا؟ يعني هو اكيد مش هناخد منجنيز دايوكسيد يعني، بس في حاجات في جسمنا ربنا خلقها لنا بتعمل الدور ده. ايه هي الانزيمز؟ الانزيمز دي بتقوم بدور الكاتاليست عشان تعمل كل الرياكشنز اللي ممكن تقعد ساعات طويله عشان تتعمل. الانزيمز دي بتخليها تحصل فوريه، يعني رياكشن واحد من اللي بيحصل في جسم الانسان لو حبينا نعمله في المعمل ممكن ناخد فيه ساعات وشهور كمان عشان يحصل، وممكن نبقى محتاجين مصانع كبيرة قوي عشان نعمل عمليتين تلاتة من اللي بتحصل جوه جسم الإنسان. تمام. حاجة بقى برا الدرس كده، أنا بحب بس أقول لكم حاجات زي الحواديت كده شوية. كان في مجموعة باحثين فكروا إن هم يعملوا حاجة زي حاجة مصنع يقوم بكل العمليات الحيوية اللي بتتم جوه جسم الإنسان. لما عملوا الدراسة بتاعتها لقوا إن هم محتاجين مصنع مساحته 100,000 متر عشان يقدر يولد الطاقة ويقدر يعمل كل العمليات اللي بتحصل جوه داخل الخلايا والتنفس وكل الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الجسم الإنسان يقدروا يعملوها ويطبقوها بشكل عملي في مكان واحد. لقوا ان هم محتاجين مصنع مش أقل من 100,000 متر، وكمان محتاجين ملايين الملايين تكاد تصل لمليارات يعني علشان يقدروا يطبقوها ده ويعملوا حاجة سيميلر للجسم الإنسان، طبعا بدون كل ده بدون كيمياء العقل. فسبحان الله، يعني ربنا خلقنا بيحصل في كل العمليات الحيوية دي في جسمنا، وبتحصل للبيبي سواير كمان اللي هو جسمه لا يتخطى 3 كيلو 4 كيلو بالكتير. نرجع للدرس بقى، مش عايزين نسرح. ايه هي بقى اللي كنا بنتكلم عليها؟ الانزيمز. الانزيمز دي they are chemical substances produced by the body of a living organism act as catalyst that increase the speed of biological reactions. وبتزود سرعتها، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي هتبقى more rapid than that without enzymes by thousands or even by million times. كل انزيم عندنا بيبقى له specific function، وظيفة محددة وبيعملها ملايين المرات في الدقيقة الواحدة. يعني each enzyme has a specific function. A molecule of one enzyme can do its function million times per 1 minute. Without enzymes man can never breathe, move or even digest food. في امراض كتيرة قوي بيكون سببها الرئيسي نقص في نوع معين من الانزيمز. احنا نقدر نشوف تجربة عملية للانزيمز دي. هنجيب glass beaker و piece of sweet potato و an amount of hydrogen peroxide. ايه اللي هيحصل؟ put an amount of hydrogen peroxide in a glass beaker then add a piece of sweet to it. وهنعمل compare between the amount of the evolved bubbles before and after adding a piece of sweet potato. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ال observation increasing the number of the evolved bubbles on adding a piece of sweet potato to hydrogen peroxide. ليه الكلام ده؟ علشان ال presence of oxidase enzyme اللي موجود في ال sweet potato act as catalyst which increases the rate of decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. ايه هو ال conclusion؟ ال speed of reaction increase.
by adding enzyme. يعني الأكسيديز ده الأكسيديز إنزيم الموجود في البطاطا هو اللي سرع لنا الرياكشن كله. وعشان تعرفوا قد إيه الكيمياء جميلة ومفيدة وبنعرف منها حاجات كتيرة قوي، مش بس جسم الإنسان اللي هو بيبقى فيه كاتاليتيك رياكشنز وفيه رياكشنز بنحتاجها يوميا بس، لأ ده كمان حوالينا في كل حتة. حد يعرف العربية فيها حاجة اسمها علبة البيئة؟ عارفينها؟ دي أصلا فكرتها كلها مبنية على الكاتاليتيك رياكشن، وهي اسمها اصلا كاتاليتيك كونفرتر، احنا هنا اللي في مصر بنسميها علبة البيئة. دي وظيفتها ايه؟ هي بتنقي الجازس اللي طالعة من الاحتراق بتاع الوقود جوه العربية، تمام؟ عشان ما يطلعش على الجو ويسبب لنا بوليوشن احنا مش قده، ونقعد نحل بقى في مشاكل الاحتباس الحراري ودخلنا في قصة تانية. فدي مبدئيا كده بتعالج الهارمفول جازس الاميتد فروم ذا انجن. اول هقول لكم الديفينيشن بتاعها وبعد كده اقول لكم فكرتها ماشية ازاي. It is a metallic can that exists in most modern cars، لأن هي ما كانتش موجودة في العربيات القديمة، to treat the harmful gases emitted from the engine. Its structure composed of ceramic cells similar to B cells covered with a thin layer of catalytic metal as platinum or palladium or iridium. دول expensive metals. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي عبارة عن علبة صفيح كان metallic can جواها سيراميك سيلز، يعني خلايا كده معمولة بالسيراميك على شكل خلايا النحل، تمام؟ جوه الخلايا دي هم لقوا ان ده التركيب او الشكل ده هو اللي بيوفر اكتر توزيع للسيرفس بتاع الاكسبنسيف ميتال اللي هتتحط فيها، اللي هي البلاتينيوم والبليديوم والاريديوم، سواء ده سواء ده سواء ده. عشان كده علبة البيئة بتبقى غالية، لان بيبقى فيها اكسبنسيف ميتال محطوطة. الاكسبنسيف ميتال دي هي الكاتاليست اللي بتعمل التريتمنت للهارمفول جازز الاميتد، وهي عشان توزيعها في الشكل بتاع الخلايا النحل دي هو ده اللي بيؤدي لتوزيع سليم يخلي الرياكشن يتم بسرعة قبل ما يخرج من العربية، ما يفضلش العوادم دي محبوسة في العربية تضر العربية وفي نفس الوقت ما تخرجش للهواء وتضر البيئة. فبالطبع لازم الرياكشن يبقى سريع جدا. Ceramic cells are similar to B cells which increase the surface area of the catalytic substance exposed to the current of the emitted gases from the engine so as to economize the use of expensive metals. يعني توزيعها بالشكل ده بيخليها مساحتها المعرضة للتفاعل أكبر، فنقلل استهلاك الكمية بتاعت المعادن الثمينة دي اللي وجودها بتعمل ككاتاليست increase the speed of reactions of the treatment of the harmful gases emitted from the engine. الحاجات دي لما بتعرفوها بتحسوا ان انتوا شايفين الكيمياء اللي انتوا بتدرسوها في الحياة العملية، المفروض انها تحببكوا في الكيمياء. فانا يعني لو سبتوني اتكلم هتكلم كتير قوي، انا بس انا مش عايزه اطول عليكم الايه الفيديو، وكمان يخليكم تبقوا فرحانين بنفسكم لو رحتوا قلتوا لبابا كده ان احنا عرفنا معلومه ان علبه البيئه بتتكون من كذا كذا كذا، هيفرح بيكم جدا. ولسه في حاجات هنقولها لماما كمان، تعالوا كده قولوا لماما حطي small amount of sodium bicarbonate in the vacuum cleaner bag. حطي حبه كده صوديوم كربونات في ايه، في كيس المكنسه. ليه؟ هتقول لك ليه يا ابني؟ هتقول لها to get rid of the smell of dust that appears during cleaning، عشان نتخلص من ريحه التراب اللي بتحصل وانت مشغله المكنسه. فماما ترد عليك وتقول لك هو مش البيكنج صودا ده بنستخدمه في الكيك بس؟ هتقول لها لا، احنا بنستخدمه في حاجات كتير، ده كمان ممكن تحطيه in the bottom of waste basket before putting the bag. هتقول لك ليه؟ هتقول لها to prevent bad odors، يعني لو رشينا كده حبه صغيرين في الباسكت بتاع الزباله قبل ما نحط الكيس هيمنع لنا ريحه الايه الباسكت لما نيجي نشيل الكيس، تمام؟ ده انت كمان يا ماما تقدري تحطي نفس البيكنج صودا دي تحطيها في الصرف بتاع المطبخ وتحطي عليها ميه سخنه علشان تخلي الصرف يمشي اسرع، يعني في الكيتشن سينكس علشان تخلي الدريننج بتاع السينك ده يمشي اسرع becomes faster. طب وكمان حاجه كمان ايه هي؟ قبل يا ماما ما تنقعي البقول soak the legumes in water and add small amount of sodium bicarbonate. حطي معاها حبة بيكنج صودا. ليه؟ sodium bicarbonate. ليه؟ عشان تقلل الإحساس بالانتفاخ، وكمان بنرمي المية بتاعت أول نص ساعة عشان نرمي كل الويست ده معاها. يبقى to help in decreasing the bloating that accompanies eating of legumes. تمام؟ يبقى ليها فوائد كتيرة جدا. طب كده مش عادل، احنا قلنا لبابا حاجة واحدة بس وقلنا لماما أربع حاجات، ما احنا ممكن نقول حاجات تانيين ونشوف مين اللي هيهتم بيها، أوكي؟ بابا ولا ماما؟ لو عندنا اي decorative metal pieces made of copper or chrome هنجيب piece of cloth ونبللها بالمية wet with water and immerse it in sodium bicarbonate، هنلمعها بيها الدنيا هتبقى تمام وهيرجعوا يلمعوا تاني. نفس الكلام مع السيلفر تولز بتاعت المطبخ، لو جبنا باول وحطينا ألمونيوم فويل غطيناها بألمونيوم فويل
وحطينا ميه سخنه بويلينج ووتر معاها صوديوم بيكربونات ونسيبهم شويه ونجففهم، بعد كده هنلاقيها ريتيرن تو اتس لاستر، يعني ترجع للمعتها تاني اللي كانها جديده. تمام، بس غالبا الحاجات دي برضو هنقولها لماما. طيب نشوف كده في الجاردن يمكن نقولها لبابا. put some sodium bicarbonate without any additives in the places where ants come out and by passing time you notice their disappearance. لو حطيت حبة صوديوم بايكربونات في الأماكن اللي بيخرج منها النمل في الجاردن من غير ما تحط معها أي حاجة تانية، مع مرور الوقت هتلاقي النمل اختفى. وبكده خلصنا ليسون 2 وعرفنا معلومات جديدة هتنفعنا في حياتنا، ومستنياك وتحلوا الأسئلة اللي موجودة في الكتاب المعاصر على الليسونز، ولو في أي حاجة وقفت قدامكم اسألوني في التعليقات أو ابعتولي على الخاص وأنا هرد عليكم. سلام، هتوحشوني، انتظروا الجديد. هتنسوا اللايك ولا إيه؟ يلا حطوا اللايك بسرعة. سلام.